هذه الوقفة الاحتجاجية هي يعني بداية استئناف واحد المجموعة ديال الحركات الاحتجاجية اللي غادي تخوضها يعني مؤسسات ديال شركات النقل السياحي رفقة الشغيلة ديال القطاع، بعد يعني توقف الدعم ديال الشغيلة، من بعد يعني ما تبين بأن القرارات ما تنزلاتش ديال البرنامج التعاقدي 2020-2022. شفتوا معنا يعني التوقفات ديالنا عبر المدينة أمام مؤسسات التمويل. الكلمة الختامية غتكون هنا أمام مديرية الضرائب، بينا نوصلوا الصوت ديالنا للسيد وزير المالية بأن القطاع يحتضر، بأن القطاع خاصو حلول، بأن اليوم خاصنا فعلا حلول، لأن عندنا عائلات، عندنا أبناء، عندنا مقاولات، عندنا يعني راه شركات، هادو راه شركة يعني كل شركة فيها واحد العدد ديال العائلات، واش هاد العائلات نخليوهم اليوم؟ راه حنا ماشي سادين، حنا اللي سدينا الحدود، الحدود راه مسدودة بقرار ديال وزارة الداخلية، إذا خاص يتنزلوا في قرارات لهاد الناس هادو، نعتقوا بعدا الأجراء يعني خاص يكون التمديد ديال الدعم ديالهم، وخاص تمديد المديونية، وخاص إعفاءات، وخاص يعني الدولة تدخل وتخلص واحد الجزء من هاد المديونية ديال هاد الشركات اللي ما يمكنش باقا تقدر تستأنف العمل ديالها. مطالب ديالنا هي هذه: تأجيل تجميد سداد الديون، تمديد دعم الأجراء، توفير واحد المنتوج بنكي، إعفاءات ضريبية. أنا كنشارك في هذه الوقفة مع الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي اللي قامت مجموعة ديال الوقفات باش أنها تحاول توصل لحلول منطقية ومعقولة مع جميع المتدخلين في هذا الملف هذا، وحنا كنساندوا الفيدرالية في هذا الباب هذا. وأصلا يجب على أنه الحكومة أن تنظر بواحد العين ديال التفاهم، وتعرف بأن واحد مجموعة ديال الناس اللي متضررين بزاف في هذا الميدان هذا، اللي كيخلصوا مجموعة ديال الضرائب ومجموعة ديال الكريديات وهما ما خدامينش. الآن نحن في تنخوضوا العام الثاني من عدم العمل، كنخلصوا لي زاسيغونس كاملين، يعني كأن شركة لاسيغونس ما عندهاش مشكل، كنخلصوا الضرائب، كنخلصوا جميع الأمور مع أنه ما كاينش دخل. عرفوا بأن القطاع النقل السياحي هو كيعتمد على المطارات بشكل كبير، وكنا كنتظروا أنه تحول الأمور، يكون عندنا واحد الفجوة أننا نخدموا في السياحة الداخلية، ولكن كاين هناك عوائق كثيرة، منها القوانين اللي ما كتسمحش، ومنها الكورونا، ومنها بزاف ديال الإنزالات اللي خلات هاد المهنيين وصحاب الشركات يطيحوا في مطبات عميقة وعميقة جدا. من هذا المنبر هذا كنطلبوا السيد رئيس الحكومة والسادة الوزراء المسؤولين على هذا القطاع هذا أنهم يحاولوا يلقوا حل ويتدخلوا بشكل ملموس الحل هذه المسألة هذه، لأنه هاد العائلات هادو راه وصلوا للقعر.